بسم الله الرحمن الرحيم. الكبسولة دي هنتكلم عن التضخم. يعني ايه التضخم؟ قاعدين بنسمع كتير قوي وكلام كتير، ويطلع الاعلاميين والمسؤولين والوزراء، واصل التضخم زادت اسعاره والدنيا، ودي اثرت على زياده الاسعار، وعاوزين نحد من التضخم. طب يعني ايه التضخم؟ نشوف التضخم باختصار شديد ايه. انا النهارده واحد ساعات نقول خده بيور، بيحصل له نوع من انواع التضخم او الالتهاب عنده، يبقى انا زودت الحاجه اللي موجوده اللي عندي عن الشيء الطبيعي بتاعها. طب نقيس الكلام دوت على، نقيس الكلام دوت مثلا على الفلوس. التضخم يعني ايه؟ انا راجل موظف باخد 1000 جنيه في الشهر، كويس قوي. كيلو الرز مثلا ب 5 جنيه، يبقى انا الراتب بتاع ال 1000 جنيه يجيب لي 200 كيلو رز في الشهر. طب ده كويس قوي. طب جت الحكومة أو الأسعار زادت، يعني تضخمت الأسعار، يعني التهبت الأسعار، يعني زادت الأسعار. كيلو الرز بدل ما هو ب5 بقى ب8 جنيه. ألا معنى كده إن أنا الألف جنيه بتوعي بدل ما يجيبوا لي 200 كيلو رز بقوا يجيبوا لي 138 كيلو رز. يعني أنا الكمية قلت اللي كنت باخدها. يعني انا بدل ما كنت ليا 200 كيلو بقيت اخد 138. ده هو ده التضخم باختصار شديد. الفلوس او الدخل بتاعي زي ما هو، السلعه والخدمه اللي انا بحصل عليها قلت. فنقول والله مثلا مثال، طماطم في بدايه الموسم بتبقى والله الكيلو بتاعها ب10 جنيه، فانا ال1000 جنيه بتوعي يجيبوا لي 100 كيلو طماطم. طب ده كويس قوي التضخم. هنا عرفنا دي بقد ايه. طب زادت بعد كده بقت ب12، يبقى انا ال100 كيلو اللي هيجوا لي يقل. طيب الحل ايه علشان اقضي على التضخم؟ هل ليه حلول ولا لا؟ انا من انصار لا يوجد شيء تحت هذه السماء ليس له حل سوى شيء واحد بس، ميت نقول احييه، شغل المولى عز وجل. ما دون ذلك مشاكل نستطيع ان نقوم بحلها. طب الحل للتضخم ايه؟ عندنا 3 اشياء. 1، ان انا ازود الانتاج اللي موجود بالكامل. بدل ما بنتج 10 كيلو انتج 100 كيلو. طب انتج 100 كيلو ازاي؟ الناس بدل ما بتشتغل ورديه تشتغل 2، بقى يحسن الانتاج بتاعه. بدل الفدان ما بيطلع 5 طن نخليه يطلع 7-8 طن. الانتاج يزيد يبقى السعر يقل، او على الاقل احافظ على السعر. طب ما زودناش الانتاج، ما عندناش ارض، ما عندناش ميه، النور مقطوع. طب نعمل ايه؟ نقول له ايوه نعمل حاجه تانية. الحاجه التانية تكون ايه بقى؟ والله ان احنا نسيطر على الاسعار انها ما تزيدش. طب نسيطر على الاسعار ازاي؟ ده يجي بقانون يطلع حاجه اسمها في الدنيا كلها، الدول الراسماليه، الدول الاشتراكيه، الدول الاسلاميه، الدول اي دول زي حالاتنا، في حاجه اسمها حد اقصى لهامش الربح. يعني ايه؟ انا كلفت الطن الطماطم بتاعي كلف له مثلا 2000 جنيه، ممنوع ان انا بيعه ب10، مفيش كلام من ده. يبقى انا بعته بخمس اضعاف الثمن بتاعه، ب500%، ما يجيش ده. عاده في العالم كله نقول هامش الربح بيبقى ايه؟ النسب بتاعته. اي حاجه ملابس نسيجيه في حدود ال 20%، غذائيه في حدود ال 25%، هندسية اللي هي الثلاجات والغسالات والمكاوي والمراوح 30%، التعدينية اللي هي الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك والفحم والألمونيا والورق وخلافه 35%. يبقى أنا النهاردة لو حطيت للدولة، حطت قانون اسمه الحد الأقصى لهامش الربح، أنا هسيطر على الأسعار. طيب يبقى أزود الإنتاج، ده حل. 2، أحط حد أقصى لهامش الربح، تمام. طب الحكومة حطت حد أقصى وما فيش حد التزم بيه. لا يمكن ال 90 مليون الحكومه هتجيب 90 مليون عسكري يقف ورا كل واحد وهو بيبيع، ضد المنطق. فهنا نستخدم منظمات المجتمع المدني، احنا نراقب حاجتنا. احنا ليه نستنى الحكومه تجيب عسكري يراقب لنا؟ ما احنا نراقب حاجتنا. يبقى انا سيطرت على التضخم كده، يا زودت الانتاج بتاعي فالمعروض زاد فالسعر لوحده بينزل. ما فيش الكلام ده، احط حد اقصى لهامش الربح اللي موجود. الحكومه تطلع قوانين بحد اقصى لهامش الربح. 3، منظمات المجتمع المدني اللي احنا كلها، اللي هو بقى ايه؟ حمايه المستهلك، مواطنون ضد الغلاء، مواطنون مسيطرون،
الجمعية الفلانية في كل مدينة، في كل قرية، في كل محافظة، يبقى في مجموعة من المنظمات المجتمع المدني اللي تسيطر على الأسعار وتبلغ عن المواطن اللي هو أو التاجر المستغل حاجة الناس في السوق السوداء، بيبيعها، بيخزن الحاجات علشان يسحبها من السوق والسعر يشد وهكذا. يبقى أنا كده ده التضخم عرفناه إيه وتأثيره إزاي والعلاج بتاعه نقدر نعمله إزاي. شكرا ونقابلكم الحلقة الجاية.